طيب على ذكر بقى السلامة المالية والدعم الشعبية، الحقيقة في شعبية النادي الأهلي، وده كلام جماهيريا له قيمته، لأن لما يكون ما يحققه الأهلي من نتائج وما يرسيه من مبادئ وما يعززه من قيم، تلقى هذا المردود في التربية الرياضية السليمة، ونلاقي حتى الأطفال حريصين على الأهلي، حريصين على فانيلة الأهلي، حريصين على الغنى للأهلي. شوفوا الولاد والبنات في هذا الكورال وهم بيغنوا نشيد الأهلي. يعني نوع من التواصل مع جماهيرنا أينما كانوا، فرحانين بيهم وهم سعداء بالنادي الأهلي، ونتمنى أن يا رب يعني ينمو جمهورنا على هذه القيم وهذه التقاليد وعلى ما أرساه النادي الأهلي، لأن فيه خير كبير للمجتمع.